محروم والله، ذاك الذي لا يكون في تلك الساعة قد نصب قدميه أمام الله ورفع يديه وقال يا رب. هنيئا لتلك النفوس المطمئنة والقلوب المقبلة وتلك الأيادي المرتفعة التي رفعت لدعاء الله جل وعلا وتلك الجباه الخاضعة. اللهم لك الحمد أن فتحت لنا أبواب المغفرة وباب أن ندعوك يا قريب يا مجيب، وباب التوبة وباب الجود وباب الرزق. نعمة الوقت يشترى بما بقي من الأعمار يا أخي، نحن نعجز أن نقابل بعض المخلوقين من أهل الجدة والمال، ما نقدر نقابلهم ونأخذ مواعيد من السكرتير ولا يدخلنا، صحيح؟ وتقابل بعض الناس تعجز أن تقابله وتتمنى العمر كله تسلم على ذاك الذي صار من المشاهير ولا تستطيع. وهذا العظيم سبحانه وله المثل الأعلى، لا نشبه بخلقه لكن نقول ذهبت أعمارنا في طلب مقابلة مخلوق، فكيف بربك وهو الذي بيده كل شيء ينزل نزولا يليق بجلاله ويدعوك لسؤاله في كل ليلة. لو كانت ليلة واحدة في العمر لانتظرناها، لكن كل ليلة. لماذا؟ حتى لا تكون هناك حجة، ليس لنا حجة، لأن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الله ينزل نزولا يليق بجلاله كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق على صحته. هل تستطيعون أن تعيشوا دون أن تناجوا ربكم؟ أولئك السعداء. اسألوا الجدات والأجداد، كانوا يصلون الليل كأنما هو فرض من الفروض. يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، وأنا أريد أن أضع عند كل ليلة 100 خط، بل 1,000,000 خط، بل اجعلها في عينك. أنا متأكد للذين يقولون إني لا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر، أقول له لو كنت تقوم كل ليلة لتناجي ربك سبحانه لقمت، ثم كانت صلاة الفجر آخر برنامجك في الدعوة والعبادة ولن تكون ثقيلة عليك. تجد أن بعض الناس يأتي ثقيل إلى صلاة الفجر، والبعض كأنما استيقظ من ساعة أو ساعتين. نعم هو استيقظ من ساعتين أو 3، ماذا كان يفعل في جوف الليل؟ كان مع الخالق سبحانه يناجيه يستغفره، ليس مع المخلوقين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السحر آخر الليل وقبيله الثلث الأخير، فالثلث كله لبعض عباد الله كله فترة دعاء ومناجات وصلاة وتسبيح. فقبل الفجر يجلس بعد أن أوتر يستغفر الله حتى يؤذن الفجر. من أوقات الدعاء بين الأذان والإقامة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. مساكين الذين لا يقدمون إلى المسجد حتى تقام الصلاة، مساكين الذين يتأخرون، الذي يبكر للمسجد للصلاة ينال هذا الشرف العظيم من الأذان إلى الإقامة فترة إجابة. ولذلك بعضنا إذا دخل المسجد يأتي الشيطان فيؤزه، أقيموا الصلاة، أقيموا، تأخرتم يا أخي، فليتأخروا 2 أو 3 دقائق. إنها دعوة مستجابة لا ترد، لا ترد. والذي أخبرنا بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا أنت سجين وأنت في بيت الله؟ لماذا لا تدعو؟ ولذلك أنا أقول لبعض الأحبة نعم أكثر من الدعاء في هذا الوقت. بعضهم ينشغل بقراءة القرآن ولا حرج، لكن اقرأ جزءا أو نصف الوقت ثم الهج بالدعاء أكثر، فإن الدعاء في هذا الوقت مستجاب. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.